السيدة الأستاذة الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، الأصدقاء الأعزاء السيدة أنيتا نيرودي الممثل المقيم لمنظمات الأمم المتحدة، السيد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، الضيوف الكرام معالي وزير الثقافة، معالي محافظ أسوان، معالي محافظ البحيرة، السيدات والسادة الحضور الكرام، في البداية أود أن أشكر الزميلة العزيزة الأستاذة الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان على دعوتي في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث. ويأتي الاحتفال هذا العام مختلفاً، لأننا سنشهد بإذن الله إطلاق الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث، والتي شاركت وزارة الصحة بقطاعاتها المختلفة في إعداد تلك الاستراتيجية. سيدات والسادة، تعلمون جيداً أن ممارسة ختان الإناث هو واحدة من أعنف الممارسات التقليدية التي كانت في مصر، لأنها في الحقيقة تنتهك حقوق المرأة في صحة جسدية ونفسية سليمة. وقد اعتنى دستور مصر 2014 بحقوق المرأة والطفل، وأكد مراراً على حمايتهما من كافة أشكال التمييز والعنف. لذا فإن مناهضة مثل تلك الظواهر هي أحد الحقوق الدستورية للمرأة المصرية، حقها علينا في حمايتها من ممارسة عنيفة ليس لها أصل في العلم أو الدين، بل على العكس تماماً، فإن كل المراجع العلمية الموثقة والمؤسسات الطبية الوطنية والدولية تؤكد دوماً أنها ممارسة ضارة بصحة المرأة، كما أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء قد أكد مراراً أن تعاليم الإسلام السامحة لا توجب هذه الممارسة القاسية وترفضها بشكل قاطع وحاسم. السيدات والسادة، لقد أكدت الأمم المتحدة على دور المؤسسات الطبية في التصدي لظاهرة ختان الإناث، مما يعكس أهمية دور هذه المؤسسات الطبية دولياً ووطنياً في لعب دور تنويري وإقناع المجتمع بالتوقف عن تلك الممارسات الخاطئة. والحقيقة أن مناهضة ختان الإناث في مصر بدأت على يد المؤسسة الطبية، فقد كان علي باشا إبراهيم أول عميد لكلية طب قصر عيني هو أول من أشار إلى خطورة تلك الممارسة على صحة الفتيات، وعقد أول مؤتمر لمناقشة تلك القضية عام 1928. ثم توالت بعد ذلك جهود المؤسسات الطبية، سواء كليات الطب أو وزارة الصحة أو نقابة الأطباء، فكان أول قرار وزاري بحظر الممارسة ومنع الأطباء من القيام بها عام 1959. وقد قامت وزارة الصحة بتنفيذ عديد من البرامج لرفع الوعي بالقضية لدى الأسر في القرى المصرية من خلال الراهدات الريفيات، وأيضا تدريب الدعاة حول أهم الأضرار الصحية لتلك الممارسة، وأيضا تعبئة الإعلام لتبني تلك القضية وبناء رأي عام ضد ختان الإناث في مصر. وفي هذا الشأن، فقد أصبح المسح الصحي السكاني هو الأداة الوطنية الأساسية لمتابعة مدى التغيير في معدلات ختان الإناث بين السيدات، كذلك التطور في اتجاهات النساء والرجال تجاه ختان بناتهم. وفي عام 2007 بعد وفاة الطفلة بدور، أصدرت وزارة الصحة المصرية قراراً رقم 271 لعام 2007 بحظر كل أشكال ممارسة ختان الإناث من قبل مقدمي الخدمات الصحية أو غيرهم من الممارسين التقليديين مثل الدايات وحلاق الصحة. وقد تلافى هذا القرار كل ثغرات القرارات السابقة، وساهم أيضا في الوصول إلى تشريع يجرم ختان الإناث
في المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عام 2008. سيدات والسادة، لقد كانت هناك بعض المؤشرات الإيجابية في المسح الصحي السكاني 2014، وأنتهز هذه الفرصة لشكر كل من قام بهذا العمل العظيم وعلى رأسهم الأستاذة الدكتورة فاطمة الزناني. وقد أوضح انخفاض نسب الممارسة وسط الأجيال الجديدة لدى الفتيات في الفئة العمرية 15 ل17 سنة إلى 61% مقارنة ب 74% في نفس الفئة العمرية عام 2008. وأنا كمسؤول عن الصحة أؤكد أن جموع أطباء مصر والفريق الطبي يرفض هذه الممارسة تماما، وينصح أيضا العائلات بالامتناع عنها بالعلم والمعرفة الصحيحة. وأنني على يقين من أن المعلومات والتوعية التي قدمها أطباء مصر للأسر المصرية في كافة أنحاء الجمهورية قد ساهمت بقدر كبير في إنقاذ كثير من الفتيات الذين تعرضوا لأخطار هذه الممارسة. وأيضا في المرحلة القادمة تركز وزارة الصحة على مجموعة من السياسات والبرامج تعتمد أساسا على وضع نظام دوري للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة من قبل إدارات العلاج الحر بالوزارة بالتنسيق الكامل مع أعضاء النيابة العامة للحد من تلك الظاهرة. وأيضا دمج مكون مناهضة ختان الإناث داخل البرامج التدريبية بالوزارة مثل برامج تدريب الرائدات الريفيات والتدريب الأساسي للأطباء المكلفين ومراكز رعاية الطفولة والأمومة بالمحافظات. كذلك قامت وزارة الصحة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في إعلان دليل إرشادي للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة ويشمل موضوع ختان الإناث، والتأكيد على الإبلاغ عن الحالات التي تدخل المستشفيات العامة وبها شبهة ارتكاب هذه الجريمة. وأوصي اليوم أيضا بأن نضم داخل ذلك الدليل الإرشادي مكون كامل حول تقديم المشورة اللازمة للأسر للتأكيد على عدم جدوى ممارسة ختان الإناث. كذلك دمج برامج لتوعية الأسر بأضرار تلك الممارسة الخاطئة في حملات التطعيم والتي لديها أثر كبير لدى الأسر على أرض الواقع. سيدات والسادة، في نهاية كلمتي أؤكد على التزام وزارة الصحة في التصدي لتلك الممارسة التي تنتهك حقوق وكرامة بناتنا بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات المعنية. فلابد أن يكون لنا دور كبير في تغيير ثقافة المجتمع المصري والتصدي للأشكال المختلفة من الممارسات الضارة. حفظ الله بناتنا وأبنائنا من كل سوء، ووفقنا الله لما فيه الخير لهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.